خلينا نتكلم بس بواقعيه شويه، يمكن هي المسحه اتعملت تمام في معسكر النادي الاهلي، والحمد لله كل اللعيبه الموجوده في معسكر النادي الاهلي المسحه سلبيه 100%. الحمد لله. بيصادف كمان ان في الوقت اللي بيتكتب فيه النشناوي او الاستاذ او الاخ او الموقع ايا كان مين اللي كتب ان النشناوي عنده فيروس والنادي الاهلي كاتم على الموضوع، النشناوي كان في الملعب. يعني النشناوي ساعتها كان في التدريب. كان في التدريب. يعني من المستحيلات، واحنا عارفين النادي الاهلي عنده شفافيه والمواضيع دي ما بتستخباش. يعني احنا قلنا كان في اصابات، قلنا كان في كهربا، وليد سليمان، اتكلمنا محمد شريف، احمد ياسر ريان، محمد شريف، فكل الامور واضحه بشكل كبير جدا ومش محتاجه ان حد يجود على الموضوع. وزي ما اتكلمنا ده تاني بيرجعنا لهذا الاسلوب غير الحضاري في التنسيق ويعني الاستعداد لمباراه كبيره ومباراه تاريخيه. خلينا نتكلم كمان، يعني قلنا كهربا، صالح جمعه، وليد سليمان، كل دوت كان عندهم مسحه والمسحه جت ايجابيه ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون سليمه. لكن كمان تاني كل يوم هنتكلم في نفس الكلام تاني، ارجوكم يا جماعه تعاملوا مع هذه المباراه منها مباراه تاريخيه لصالح مصر. ايا مين اللي هيكسب ان شاء الله، نتمنى النادي الاهلي هو اللي يكسب هذه البطوله، لكن نستعد بشكل افضل للمواقع والناس اللي بتكتب. يعني خلونا نتكلم بشكل احترافي شويه، النادي الاهلي لما بيكون في اصابه بيعلن عليها والكلام ده بيتكتب على يعني بنقولها هنا في قناه النادي الاهلي وبتنزل على المواقع، لكن الاجتهاد في هذا الموضوع اعتقد بقى دمه تقيل قوي، ويعني خلينا مش هنبص له تاني خلاص. لعيبتنا الحمد لله سلام 100%، كل اللعيبه اللي موجوده في المعسكر المسحه سلبيه، ان شاء الله في مسحه بكره الاتحاد الافريقي بيعملها، لا قدر الله لو حصل جت مسحه ايجابيه بيتعلن في ساعتها، لان ده كمان مسؤوليه الاتحاد الافريقي ان يعلن عن هذا اللاعب وبيخش بعزل. نتمنى ان شاء الله زي ما المسحه كانت سلبيه اول النهارده ان شاء الله كمان على المستوى الاتحاد الافريقي اللي هيعمل مسحه بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح، ان شاء الله كل لعيبتنا سليمه. وتاني بنقول وحتى من الفرقه الاخرى كمان، وحتى من الزمالك، يعني احنا ما نتمناش اي ضرر يعني لاي حد على مستوى الفرقتين. طبعا. يا رب كل لعيبه نادي الاهلي تكون سليمه، يا رب كل لعيبه نادي الزمالك تكون سليمه، واللي عنده مسحه ايجابيه ان شاء الله ربنا يسهل كده، ويكون زي ما قلت امبارح نتمنى ان النادي الاهلي الزمالك يكون مكتمل الصفوف، نتمنى النادي الاهلي مكتمل الصفوف عشان في الاخر دي مباراه تاريخيه لصالح تاريخ وسمعه الكره المصريه.